نعم، وترى عندنا موضوع خطير جدا، أخطر شيء عند الأئمة والمؤذنين ومن يعمل في الدعوة، حديث واحد دائم تضع نصب عينيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. هذا حديث لنا كلنا، كل من يعمل في الدعوة لابد إيش؟ هذا الحديث دائما يكون إيش على باله: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. قالوا في مكافأة، قال والله خلاص أذن. قال والله ما في مكافأة، قال والله ما أصلي. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. حكومة، قالوا الحكومة والله بنعطيك وكذا وحافز وناجز وكذا وكذا وكذا، وقالوا هذا الشهر ما في شيء، بدأ يسب في الحكومة. إن هذا إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. غضبك ورضاك إذا كان للدنيا فأنت عبد للدنيا، غضبك ورضاك يكون لمن؟ لله. مفهوم؟ أعطوك أو منعوك ما عندك مشكلة.